السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا بنفسك. الاسم زكريا الخمخامي، فنان تشكيل. تبارك الله عليك. هذه المبادره اليوم كيفاش جات؟ جاتني الفكره ديالها. الفكره جاو بان واحد الجمعيه نسقات مع المقاطعه جنر البرد باش يديروا هذه اللوحه الفنيه، وانا كمتطوع من السكينه عندي مع الرسم وفنان. نعم. قالوا لي واش تشارك معنا؟ قلت لهم مرحبا. وكيفاش جاتكم الفكره ديال انكم ترسموا رجال السلطه المحليه؟ لحقاش. وشنو الهدف؟ الهدف باش نوصل لهم واحد الميساج باللي حتى هما اللي عاطين واحد الدور كبير، ما رسمناش غير رجال السلطه المحليه. نعم. رسمنا حتى الاطباء، رسمنا واحد جوج مواطنين اللي هما دراري صغار. نعم. باش يوصلوا واحد الميساج باللي كلنا دايرين يد في يد باش نوصلوا، باش نتعاونوا ونزيدوا نحميوا الوطن ديالنا. نعم، برافو عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله. عصام رامي، مدير جمعية زرغ للأعمال البيئية والثقافية. نعم. هذا النشاط كيدخل في الأنشطة الاعتيادية ديال جمعية زرغ الفنية. وطبعا هذه الجدارية هذا جات بمناسبة هذه الجائحة، جائحة كوفيد كورونا 19. وكتدخل في الأنشطة ديال المحلية ديال جمعية زرغ. وهذه اللوحة مهداة طبعا للساكنة تاع سيدي بوجيدة، تنسيق مع الملحقة الإدارية سيدي بوجيدة، وغيتم إنجاز ديالها إن شاء الله قريبا. نتمنى أنكم تزورونا بعد إنجاز ديالها الكامل إن شاء الله. شكرا. أكبر أكبر شيء عرف.